بتول ورواية الفصل الأخير. التحية لكم متابعينا في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير، وما زال تضاف مع كل الود والتقدير في الأماكن المختلفة. الآن في الحاجوس في دار السلام في الوحدة تحديدا، وأسرة بسيطة جدا مزقوفة بالمحنة واليقين والعزيمة لست الدار. خلونا ندخل ونتعرف على بتول آدم وهي القائمة على أمر هذه الأسرة. تعالوا معنا نشوفها. شروخ في الجدار الذي علته خطوط الصبر الكبير، شروخ في جدار كأن الكتابة عليه تاريخ أفل، كتابة بفعل تقادم السنين. سريران وكرسي وشباك غير قادرين على حجب ضوء الشمس الذي يتسلل، ليس خلسة بل عيانا جهارا لا يخشى عين الرقيب أو السقف الذي يبشر بخريف دامي. تحية الود والتقدير لكل متابعينا في كل مكان، وإحنا في الحاجوس في دار السلام تحديدا بنلتقي بواحدة من الأمهات في بيت يمكن يكون هو بيت صغير وضيق جدا، لكن مزقوف بالعزيمة وبالإصرار وبالتعاضد. بتول هي سيدة الموقف في هذه الحلقة. أنا بحييها من خلال هذا اليوم وبقول لها رمضان كريم، وربنا إن شاء الله يديك الصحة والعافية. أهلا بك. تسلم حبيبتي. دارين نتعرف عليك أكثر. نعم. والدنيا عاملة معك شنو؟ والله يوم بيبدا كيف؟ بتول آدم محمد زروق، وياها كان عندي بنتي المرحومة الله يرحمها، كان عندها فشل كلوي، وياها كانوا مساعداني وكان واقفة معي ومقدرة ظروفي وحاجة بالشكل ده، والله يرحمها. تفضل. يعني هلا أنا بغسل بنتك الكبيرة؟ بنتي أكبر وحدة اسمها زحل أحمد آدم. أنت عندك كم بنت تقريبا؟ أربعة كان، لكن دي توفت، الباقي عندي ثلاثة وثلاثة أولاد. ربنا إن شاء الله يخليك. إن شاء الله. بغسل وبكوي، بجيب عيد من سوق درمان ببيع يعني، وبعوس أبرية يعني أي شيء بيشتغلوا يعني عند النسوان. ده كله عشان تقدر تكفي يومك، عشان اكفي اولادي واغطي ظروفهم واجر بيت يعني يكون ملتزم وحي بشكل ذا. والله والحمد لله يعني ما مقصره من حقي واي شيء، لكن بس عشان البيت ضيق محتاجه لبيت والله. طيب شديد. طيب احنا اي فعلا يعني احنا شفنا كيف انه هو البيت ضيق، ولكن برضو ممكن نقول من خلال المساحه دي انك انت قادره برضو يعني تمسكي بيتك ما شاء الله تبارك الله، وقادرة تكفي أولادك. قبل كنت بتكلمي عن أم روابة، قلت لي أساسا أنا ما من هنا، يعني ما من هنا، أي من أم روابة بتمشي يعني أم روابة ولا بس خلاص استغريت؟ لا لا بمشي والله إلى أبوي هناك يعني، وبمشي لأهلي، ويعني عندنا فاتحة بمشي، عندنا فرح بمشي، يعني ما بوقف يعني. لكن مستغرة هنا؟ لكن مستغرة هنا. من جيت من عام 2001 ما ريحت يعني، برجع بس مؤقت كده وبجي بيت راجعة. برضو قبل كنت بتحكي لي انه في واحده من بناتك او اثنين تقريبا ما وصلوا القرايه اثنين، والله بس الظروف الظروف خلتي ما يواصلوا القرايه وحي بالشكل ده، عشان ما قدرت يعني. المهم خليت نزلت انهن وواصلت الصغار لحد كم؟ جروا لحد كم؟ والله الكبيره دي قالت لحد سنه وثانيه، والثانيه وامتحن الثالثه. المهم ما جابتها الجامعة عشان تمشي الجامعة، وقاعدة في البيت لسه يعني بغسله معاي وبكوا معاي يعني. كان أنا طلعت حيب شكل البيت وراكي يبرقوا البيت بوراي يعني، يكون بغسلوا لي بكوا لي يعني، كان جاني ملابس من برا نغسل نكوي حيب شكل ده. طيب أكثر شغلة ستة تشتغلي وتطلعي برا تقدري توفر منه دخليات نوع، لأنك انت ذكرتي لي كم شغلة تشتغلي؟ عدة بجيب من سوق درمان العدة وبوزعها في البيوت يعني. يعني قصات بنمشي البيوت يعني، ببيع بيشتري من هناك من هناي الدستة ب1000 جنيه، هنا بجي ببيعها ب1000 ونص. بتكسبي فيها يعني 500 جنيه يعني على زايد حق المواصلة هاي بالشكل ده يعني. لو لقيتي مثلا زولي مول لك المشروع ده ويديك راس مال كده
تقومي تمشي سوق درمان تشتري العدة وتجيبي اشتري العدة من سوق درمان ده كده احسن لك صح؟ والله يعني الحمد لله. حبل غسيل مشرورة عليه ملابس لا تقي زمهرير الشتاء، ربما مشرورة عليه أحلام وطئتها الذاكرة فأصابها نسيان الفرح. باب يؤدي لأغراض تبعثرت في أرجاء المكان، معلنة عن الفوضى التي اجتاحت العالم. هذه هي حياة بتول وتفاصيلها المؤلمة. طيب برضو عندك أولاد؟ عندي أكبر ولد اسمه صهيب، ده بيجري في الجامعة ما شاء الله. ده أكبر واحد لسه في مهنة البكاء هناك. تصرفي عليه ولسه؟ بصرف عليه ولسه يعني بيقرأ يعني. لسه متخرج عشان يقدر يمسك نفسه حي بالشكل ده. قاعد أصرف عليه وأنا. ربنا إن شاء الله يديك العافية ويقدرك عليهم إن شاء الله يا رب. تسلم ويوسع رزقك يعني إن شاء الله يا رب. وفعلا أنت يعني تعبانة في حياتك، لكن أنا بفتكر إنه دي قيمة الإنسان، ودائما نحن السودانيين قيمتنا عزيزة عزيزة كثير. عزيزة في شنو؟ في شكل تواصلنا وتكافلنا وخوفنا مع لبعض يعني. نعم. وأنا بفتكر إنك أنت في حي كويس جدا. والله الحمد لله. عندك جيران، ورينا تعاملك بيكون معه كيف وبيساعدك كيف. والله الحمد لله والله يا هو بنقوم بس بكون جارية كده، والله ما بقدر أفقد أحوالي إلا بالليل بعد ما أي حتى أتفقد أحوالي يعني. أطلع من الصباح أجي المساء أجي الساعة 8-9 يعني. ألا الجار القريب يعني يكون أدق له الشباك، أصبحتها قيلتها حاجة بشكل ده، لكن بعيد ما بجيب له خبر الليلة ولا بكرة يعني. طيب أنت قادرة أنك تطلعي وتشتغلي؟ والله الحمد لله. ربنا بديك القوة. أي والله الحمد لله بمشي بشتغل يعني. يكون كان ما اشتغلت الصباح، المساء كان جاتني يعني غسيل هنا بغسل المساء يعني أبري برا الشارع بمشي بعوز وبي راجع المساء الأولاد من هنا أمشي للسورات. سبحان الله. والله من هنا للسورات. عندي زباين في السورات أمشي أعوز لهم يعني. يكون في رمضان ده ممكن أبيت معهم أجي بكرة بالشكل ده. وطبعا دي ظروف الحياة، الواحد بيحتاج إنه يطلع عشان يقدر يوفر عيشه، يقدر يوفر عشان يقدر يقيم نفسه ويعجر بيته ويعيار كويس يقرر أولاده. والحمد لله. وانت رغم تعبك ده مرتاحة نفسيا؟ والله أنا قادرة توفري الحمد لله. والله منوفر كنت، لكن بعد ما الإيار ده كدر علي يعني توفير ما في. بكم الإيار؟ الشهر الإيار يعني الشهر كل شهر 200,000 2,000 جنيه. 2,000 جنيه. بتلقي صعوبة في توفير الإيار صح؟ والله في مرة لما نحتزر اليوم يعني بيجي شهر كده يكون ما عندك. احتزر له يعني يكون أديني 15 يوم 20 يوم قدام أقدر أكون نفسي أدي. وثاني يجيني الشهر الجاي ده نفس الشيء يعني. ناسي انت مرات حق الإيجار ده بتكوني ضاغطة نفسك عشان توفر نفسي حق الإيجار. حق الإيجار عشان أطلعه وأدي اليوم يعني. كان ما طلعته بكرة بعد بكرة يقول لي تفضل أمشي وين يعني. صح صح. معناته لا يكون ده يكون أكبر هم. أكبر هم شايلينه يعني. أكبر هم شايله للإيجار. ربنا إن شاء الله يديك العافية ويقدري. ويعني الواحد لما يكون شايل مسؤولية زي دي فعلا بيكون شايل هم، بينوم على هم وبيصبح على هم وينوم على هم. احنا يعني املنا في ربنا كبير انه الواقع دائما وبكره دائما يكون احسن ان شاء الله. فيها الامل كبير. خلينا نتكلم عن رمضان. طبعا الشغل في رمضان صعب جدا. صعب شديد والله. بتعمل شنو؟ لانه شغلي كله معتمد على الطاقه يعني. يعني في رمضان ده والله اطلع الصباح ممكن امشي اغسل، ولا ممكن انظف مش البيوت اللي جوا دي مشان انظف، واي راجعه النساء البنات طبعا كان بقيت شغاله برا يمسكوا البيت يشتغلوا البيت. لازم يشتغلوا لي هنا. لازم احنا نطلع كمان صينيه، كان ولدي في كان ما في بطلع صينيه بقدره الله برا. اي اطلع صينيتي برا ان شاء الله. مين اللي بنشتغل دي والله؟ والله تزولة ما سهلة يعني. كونك برضو تحاولي تطلعي صينية بظروفك دي بتعرف انت زولة ما سهلة يعني. والله ولدي كان فيه كان بقى ما في، انا صينيتي دي بتطلع ان شاء الله يشربوا الجيران يشربوا الناس اللي بيجوا ماشيين بالشارع حاجة شكل ده ما شاء الله عليك. احنا طبعا من دخلتنا شفنا كرمك الحمد لله. ويعني وزي ما انت قلتي البيت يمكن حاسه بيه وهو صغير عليك، لكن احنا لما شفنا الحفاوة بتاعت الاستقبال صراحة ما حسينا بال
بالضيق ده. يعني حسينا بالعكس انه يعني كل زوايا البيت وكل اركان البيت هي فيها كرم وفيها استقبال لاي زول داخل رغم المعاناه. احنا بنتمنى لك التوفيق وبنتمنى انك يعني تقدري بناتك اللي ما قدروا يكملوا تعليمهم انه يواصلوا في التعليم ويساعدوك برضو شويه في الحياه اللي هي بالتاكيد مشوار طويل. تسلم يا حبيبتي، يعطيك العافيه والصحه. لو عندك حلم عايزه تحققيه او عندك مشروع عايزاه يتحقق ليكي وتساعدي فيه نفسك، بتتمني تعملي شنو؟ الله يغير البيت ده، انا ما ادري اي شيء، بس كان البيت ده لقيته فضايا ان شاء الله اسوي فيه راكوبه بكون مرتاحه، اكل كسري بميه بكون مرتاحه انا، بس لكن اهم شيء البيت ده. بتول بإرادة كبيرة تقابل واقع الحياة وتزيح سحابات الحزن الهطال، قدرة هائلة على خلق الحياة. نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا. وفي فضاءات البيت الذي تكون من وجود بتول تكونت حياة أخرى هي ملازمات الإنسان وأصدقائه من الزهر الشقي. ربنا يديك العافية يا بتول، وبرضو احنا دارين نجيب في معاناة يعني بنتك اللي كانت عيانة وتوفت، وكيف قدرت يعني تتعاملي مع الموقف ده؟ والله الحمد لله وقدرة الله، ربنا صبرك الحمد لله. صبرني الحمد لله، وبوراها طوالي والدتي توفت يعني كون يعني كانت معي يعني هنا. طيب انت قلت لي جاها فشل كلوي، جابتها؟ والله جاها في شهر 4 يوم 18/4 كان جاها يعني ضيق بتاع النفس، ألم كده وطعنة وحاجة الشكل ده وصداع باستمرار يعني. قمنا ودينا المستشفى اللي قاعد بحري، قال عندها ضغط، الضغط حقها مرتفع طوالي يعني، يكون عدوها هنا بتاعت الضغط وأي شيء، وخلاص بقت تبلع في الحبوب. بعد شوية كده الحبوب ما نفعت والله، حتى أنا مشينا آخر فحص في دكتور فضيل وأي شيء، قال بدي عندها فشل كلوي وحاجة بالشكل ده، يعني ما اقتنعنا أي شيء، مشينا ودنا مصير نفس الشيء، قال لنا تعملوا غسيل 3 غسلات الأولى دي، ها رفضت، قلت لي ما بغسل هنا أرجع السودان أحسن لي أغسل في السودان. جينا راجعين يعني الأسبوع الأول الأسبوع الثاني طوالي، ودينا بدينا الغسيل، يعني غسلنا في شهري 5 و6 و7 و8 تزع دخلت، هي تعبت لحد يوم 18/10 هي توفت في يوم. ان شاء الله وخلت بناتك الباقيات ان شاء الله يا رب. ان شاء الله يا رب. يعني برضو يعني هم بساعدوك ما شاء الله. والله الحمد لله بيشتغلوا معك وبيسندوك. والله بيسمعوا كلامي واي شيء والله بيسووا لي معي. ربنا ان شاء الله يخليك انت اليوم، وان شاء الله ما تشوفي في يوم مكروه يا رب العالمين، وربنا معي زول ما بخلي زول ساي ان شاء الله، وربنا شايفك يعني شايف تعبي يعني. والله كنت مشيت المستشفى معاها، مشينا الا انا وهي بس، يعني مشينا زي الساعه 4 لانه هل 6 هي توفت لي براي واحده بس. لا حول ولا قوه، موقف صعب طبعا. والله براي كان الحمد لله ربنا صبرني وقدرني لما ودوني ناس دي واي شيء وجبتها وكيف. عيون الأطفال عوالم تحكي ما حدث، عيون مليئة بالترقب كمرايا تعكس تقلبات هذا الزمن الذي جف ضرعه. بتول تتحرك من أجل عيون هؤلاء الأطفال، لأن أطفالها الذين كانت تتمنى أن تراهم يرفلون في عز بلادهم وبين أترابهم في المدارس متفوقين ومتقدمين، حرمهم ضيق الحال من أن يكونوا مع أقرانهم في الصفوف الدراسية، وأخذ الفشل الكلوي ذراعها اليمنى. ربنا يكبر بخاطرك إن شاء الله يا رب. أمنا بتول،
انت ام يعني لكل السودان، انت ما ام اولادك بس، لكل السودان بصبرك وبعزيمتك. احنا اخيرا كده برضو دارين نعرف انت بتقولي انا بقسم وبكوي بتكوي هنا طبعا، يعني بتتعاملي مع الناس القرى في الحي صح؟ اي في الحي هنا ده بغسل لهم يمطلون يعني بكم بغسل قدستها ولا كيف؟ قدستها ب20 غسيل، غسيل ب20 المطبخ ب20. ان شاء الله ربنا ينصرك ويقويك يا رب. ان شاء الله يا رب تسلمي ربنا يعني صحة. زي ما بقول يديك العافيه والقوه عشان تستمري في الحياه بإذن الله، وكل يوم جاي يكون احسن ان شاء الله. ان شاء الله. ممكن احنا في الختام كده بنحيي يعني صبرك ده، وبنقول لك انه دي مساهمه من ديوان الزكاه، وان شاء الله تلقي فيهم كل الخير يا رب. ان شاء الله يا رب. تسلم يديك العافيه. تسلم، شكرا لك، يديك العافيه. احنا دارين نشوف دموعك بإذن الله، احنا دارين انك تكوني مبتسمه، ودارين انك تكوني يعني قدوه كده لبناتك ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله، يديك العافيه. تسلم حبيبتي. بتول، قصة الإرادة الإنسانية والطموح المشروع نحو حياة لا تضيق مساحات بيوتها بفعل الخريف. قصة ورواية ننتظر كتابة فصلها الأخير. كنا في بيت بسيط جدا من الحاج يوسف دار السلام الوحدة، وكانت أم يمكن يعني قايمة بدور كبير جدا، ولسه عجلة الحياة مستمرة بالنسبة لها، استحملت الفقدان وصابرة عليه حياتها، وقادرة تربي أولادها بالرزق الحلال. وصلنا للختام مشاهدين الكرام، وفي الختام بقول لكم مع كل الود والتقدير، حاضر في كل الأمكنة، في أمان الله.